وحول تطورات الاوضاع بقطاع غزه، اكد الرئيس السيسي ان مصر تقوم بدور حيوي لايقاف الصراع ووقف اطلاق النار ونزيف الدم. واضاف الرئيس السيسي ان مصر تسعى جاهده بالتعاون مع الشركاء لتخفيف المعاناه عن الشعب الفلسطيني بقطاع غزه، مشددا على ضروره ايجاد حل للقضيه الفلسطينيه من خلال العمل الدبلوماسي وحل الدولتين. كنا احنا بنقوم بدور ايجابي جدا جدا في احتواء التصعيد اللي موجود ومحاوله تهدئه الامور والوصول الى ايقاف لهذا الصراع وايضا للوقف للوقف وقف يعني اطلاق النار بشكل او باخر وايقاف نزيف الدم اللي بيتم دلوقتي وفي نفس الوقت بنسعى جاهدين بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والشركاء عشان نعمل حاجتين احتواء التصعيد اللي احنا بنتكلم عليه ده وأيضا مساندة المدنيين في قطاع غزة بالمساعدات التي هم في أحوج الحاجة ليها في ظل احنا من يوم 7 أكتوبر للنهاردة بنتكلم في أكثر من تقريبا يعني 14 15 يوم وطبعا مفيش ميه ومفيش كهرباء ومفيش وقود وبالتالي حجم وحتى مواد طبيه ومواد اغاثيه ومواد غذائيه فاحنا بنبذل جهد كبير قوي عشان نخفف ما امكن عن اهلينا في القطاع من هذا التطور اللي احنا بنجابهه دلوقتي.